كثيراً ما شهدت دول في العالم سقوط أنظمة وتغيير مناهج سياسية بفعل ثورات شعبية كان لطلاب المدارس والجامعات دور كبير فيها. في العراق يحضر الطلاب بقوة في ثورة تشرين بالإضراب والاعتصامات وفي ساحات التظاهرات. والله الدافع النظام السياسي، احنا نريده يسقط، لا أحزاب لا مجلس نواب، كل ما نريده لأن حقنا كله ضاع. كل شيء ما دي أوصل لنا احنا كشباب. أنا بالنسبة إلي كخريجة يعني تخرجت هالسنة، تعيينات ماكو، يعني دا أريد أتعين أبسط شيء ماكو تعيينات. اللي خلانا نطلع مظاهرات يعني تضامنا ويا الشعب اللي طالعين، وإحنا كطلاب يعني من واجبنا إنه نوقف وياهم ونساندهم. يعني إحنا حتى تعيينات بعد ما نريد تعيينات رفضناه، إحنا بس نريد إسقاط العمليات السياسية، يعني أحزاب بس نريد يعني الوطن يخلى من الأحزاب. ولم يقتصر حضور الطلاب في التظاهرات على الجامعيين، فطلاب المدارس الإعدادية تظاهروا واعتصموا وأضربوا عن الدوام في المحافظات عامة وبغداد خاصة، حضور منظم بوعي سياسي وحس وطني عال. احنا اليوم طلعنا لمساندة اخوان المظاهرين ومساندة هذا الشعب النازل ناخذ حقه، ولا نريد حكومة ساقطة ولا فاسدة، كلا كلا الفساد، لازم ناخذ حقه وناخذ حق الشهداء لذمواته. ماكو وطن ماكو دوام، واحنا كنا مرابطين ان شاء الله طلاب دوامنا هنا على الجمهوري وبساحة التحرير اسنادا لاخوتنا المتظاهرين. مرابطون هنا في ساحات الحرية يتعلمون منها كيفية استعادة حق لن يموت مهما طال غيابه وراء قضبان فساد السياسيين.